السلام عليكم سيادة القائد. عليكم السلام. اليوم في اربيل كان عندكم جولة واجتماع مشترك بينكم وبين رئاسة اقليم بيش ماركة، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم زرنا محافظة اربيل وبالتحديد في قيادة او رئاسة اركان بيش ماركة ومع الاخوان معاون رئيس اركان الجيش العمليات والسيد قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط القيادة. هذا اليوم كان اجتماع مثمر، تناقشنا بخصوص مناطق الاهتمام المشترك، كذلك تبادل المعلومات الاستخبارية، وأيضا اتفقنا على تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق الخالية والمناطق والثغرات اللي بين الإقليم والمركز، وكان هناك أيضا تفاهم بخصوص تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق والعمل المشترك.